معانا طبعا عبر الهاتف كابتننا الكبير والحكم الدولي المتميز الكابتن ناصر عباس. مساء الخير عليك كابتن. كابتن ناصر مساء الخير عليك. الصوت كابتن ناصر. الصوت يا كابتن. بنرحب بك يا كابتن، منورنا في المحترف وطبعا حكم دولي قدير، وبنتكلم مع حضرتك دايما عن رؤيتك الفنية من خلال التحكيم عامة بصفة عامة، وخاصة في حالتين. يمكن أكيد حضرتك متابع امبارح التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. عايز أتكلم أولا الحالة الأولى، مباراة جنوب أفريقيا وغانا، وطبعا ضرب الجزاء طبعا من وحي الخيال. شايف حضرتك ده ازاي؟ وشايف الحكم السنغالي هل يكون فيه عقوبة؟ هل طبعا جنوب أفريقيا قدمت تقرير أو قدمت التماس أو شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي؟ شايف المباراة دي ازاي؟ وشايف الحكم ازاي من وجهة نظرك؟ تحياتي لك كابتن هاني، وتحياتك للناقد الجميل كابتن احمد. تحياتي لكم وتحياتي لكل الساده المشاهدين ومتابعي قناه النادي الاهلي. في البدايه عاوز اقول كابتن هاني، احنا عندنا خطأان فادحان للحكمان، الحكم الجنوب افريقي اريك توجو والحكم السنغالي مجيد النضال. خلينا نروح للمباراه الاولى اللي هي مباراه غانا وجنوب افريقيا كابتن هاني. وزي ما حضرتك قلت ان هناك ركله جزاء مش عاوز اقول غير صحيحه مش موجوده بالمره للاسف الشديد من الحكم السنغالي مجيد ناداي. احتسب ركله الجزاء لصالح منتخب غانا، وخلي بالك الهدف دوت هو الهدف اللي صعد غانا للادوار النهائيه، وبالتالي في احتجاج رسمي كبير من نادي جنوب افريقيا. هذه المباراه هيبقى فيها كلام كتير جدا جدا يا كابتن هاني، وعاوز بس اوضح نقطه ان مجيد ناداي أخطاءه متكررة كثيرة جدا. آخر مباراة كان النادي الأهلي مع نادي صن داونز، وكان هناك ركلة جزاء صحيحة مليون في المية لمحمد شريف. صحيح. وكان فيها طاقة حمراء للأسف الشديد لم يحتسب، وهنا كانت مشكلة كبيرة جدا وعلامة استفهام على هذا الحكم. خطأ كبير وخطأ فادح في مباراة غانا، ساب ركلة جزاء غير صحيحة، عادت غانا. وهنا اعتقد المباراه هيبقى فيها كلام، الاتحاد الدولي اكيد هتدخل. هل ممكن يحصل ايه؟ يعني ممكن، يعني احنا ما سمعتش ان مباراه عادت غير مبارياتنا احنا في تصفيات كاس العالم، يمكن امام زيمبابوي دي المباراه اللي شفت الوحيده اللي اتعادت، واتعادت في باريس كمان. هل وارد فعلا يكون العقوبه عقوبه فنيه وتعاد المباراه، ولا ممكن يكون العقوبه بس على الحكم ايقافه لبعض الشهور او انت شايف ايه يا كابتن؟ كابتن هاني، لما بيكون في خطأ تقديري، يعني هناك ركلة جزاء نختلف او نتفق عليها، هنا بنعمل سبورت لحكم المباراه. لما يبقى في خطأ ان ركلة جزاء غير موجوده، وخلي بالك دي مشكله، وركلة الجزاء بالهدف دوت صعدت فريق، اعتقد هيبقى في تدخل وممكن المباراه. انا وجهه نظري ممكن هذه المباراه تعاد ثاني كابتن هاني، لان في مباراه اعيدت في تصفيات كاس عالم اعتقد في فتره قبل كده، لانه خطا مش موجود. يعني لو احنا قلنا الخطا موجود بنسبه 50 او 40 او 60، هو كان كمان الفار ما كانش موجود في هذه المباراه كابتن، يعني كان ممكن العوده للفار ويعني للتاكد، لكن واضح جدا ان هو حسب ضربه الجزاء وكان مصمم عليها بشكل كبير، يعني رغم اعتراض لاعبي جنوب افريقيا. بالظبط كابتن هاني، هنا بنقول ايه؟ هو غانا صعدت بايه؟ ده غانا كمان صعدت بالهدف دوت، خلي بالك، لان هنا تقريبا هم متعادلين، لما تاخدني الذاكره متعادلين في النقاط، وبهذا الهدف صعدت غانا في هذه المباراة بركلة الجزاء اللي هي غير صحيحة، خطأ تأثير أثر في نتيجة المباراة، وبالتالي لا، يعني خطأ أعتقد هيكون في كلام كتير جدا جدا. طيب الحالة الثانية بقى يا كابتن، الحالة الثانية يعني الحالة الثانية في مباراة الكونغو وبنين، وكان الحكم أريك أوتوجو. على فكرة أريك أوتوجو من الحكام الكويسين، يمكن أنا راقبته في مباراة قبل كده، ولكن هو الخطأ هنا مش بس الحكم هيعاقب عليه كابتن هاني، الخطأ هيعاقب عليه طاقم التحكيم بالكامل. طاقم التحكيم أيضا الكوميشنر ماتش اللي هو اللي كان موجود في ميدان اللعب اللي هو مراقب. خليني بس اقول لحضرتك واقول يعني هي كمان جت القصه يعني اثيرت للجدل شويه من خلال فريق بنين اللي اعترض بجمله تفصيليه كده ما بين قوسين ان كان في تواطؤ حصل، ان حضرتك عارف طبعا اللي كان مراقب المباراه الكابتن جمال الغندور، وطبعا قالوا ان في تواطؤ حصل ما بين طبعا كابتن جمال الغندور وهكتور كوبر اللي كان المدير الفني السابق. يعني مش تواطؤ، خلينا نقول مجامله، او يعني الموضوع
دخل في حته تانية ان في كابتن، في حكم مراقب حكم مصري، وان هيكتور كوبر كان المدير الفني لمنتخب مصر الاسبق، وبالتالي اثير الجدل في هذه النقطه. لكن قانونا ومن خلال قانون كره القدم او من يعني لوائح الاتحاد الافريقي، حضرتك شايف المباراه ممكن تروح لفين؟ طيب تسمح لي كابتن هاني بس تديني فرصه اوضح. اتفضل يا كابتن. اوضح للناس، المباراه بيبقى فيها الكوميشنر ماتش اللي هو مراقب المسابقات، ده بيبقى موجود في ميدان اللعب. بيبقى ايضا موجود فيها الكورتينيتور ماتش اللي هو المنسق الامني، بيبقى ايضا موجود في ميدان اللعب. فيما يخص الكابتن جمال غندور وهو ريفري اسيسور، ده ما بيقعدش في ميدان اللعب، بيقعد في المدرجات يا كابتن هاني. تمام. وبالتالي لا عقوبه على جمال الغندور لان هو مش موجود في ميدان اللعب. مش موجود يعني، مش هو الحكم الرابع او الحكم بالظبط. مكانه بيبقى موجود في المدرجات. تمام. مقيم المباراه هنا لا تدخل في المباراه باي شكل من الاشكال، ولا ينزل الملعب، ولا يقدر يدي تعليمات للحكام. ولكن هنا زي ما قلت لحضرتك العقوبه هتبقى على طاقم التحكيم بالكامل، وايضا ممكن يكون مراقب المسابقات، لان مراقب المسابقات بيبقى قاعد ايضا لمثل هذه الامور الاداريه البحته. هتيجي تقول لي طب الحل ايه النهارده؟ هقول لك يا كابتن هاني، هذه المباراه لم تعاد، او بمعنى صح مش هتتعاد، والمباراه هيتم احتساب النتيجه 2-0، لان هنا خطا في الاجراءات. خطا في اجراءات او في تطبيق التبديلات. طيب. مش خطا فني في المباراه يا كابتن هاني، في فرق كبير جدا. لما بيكون في خطا فني الحكم هنا اخطا في تطبيق القانون، ولكن في هذه الحاله هو خطا في اجراءات التبديلات. الحاجه الثانيه هو هنا بردك الخمس تبديلات هو تم تبديلهم في توقيتات اللي هي المفروض ان هي اربع توقفات، المفروض في ثلاث توقفات. في ثلاث توقفات هو عملها في اربعه، اعتقد ان المباراه مش هتعاد. وايضا هنا هيتم ايقاف اريك الحكم اللي هو اريك اوتوجو طبعا اللي هو دار المباراه وطاقم التحكيم بالكامل، ولكن المباراه لم تعاد زي ما قلت لحضرتك. هو النهارده هو الراجل النهارده هو ايه الهدف يا كابتن هاني من الخمس تبديلات؟ ده السؤال. انت عارف ان احنا الاول كان عندنا ثلاث تبديلات، كان المدرب في اي وقت من حقه ان هو يغير، وبالتالي كانوا بيغيرهم على ثلاث فترات، وهنا منعا لاضاعه الوقت. حصلت فتره التوقف اللي حصلت بسبب كورونا، اللعيبه النهارده قعدت فتره كبيره في البيوت وما قدرتش ان هي النهارده تتمرن، وبالتالي لما رجعت كان في ضغط مباريات، فالفيفا اعلنت ان يبقى في خمس تبديلات عشان خاطر الحمل التدريبي الزايد او حمل الماتشات، وبالتالي عملت الخمس تبديلات. وهي برضه خلي بالك بتقع تحت لائحه المسابقات، يعني ممكن في نادي او في اتحاد ما يطبقش الخمس تبديلات، هي بتبقى موجوده في لائحه المسابقات. فيما يخص الخمس تبديلات اعتقد النهارده هم المشكله في ايه؟ المشكله في ان الخمس تبديلات اتغيروا على اربع مرات، وهنا ما فيش مشكله، ما فيش حد اثر في نتيجه المباراه كابتن هاني. صحيح. انما السؤال هنا لو لاعب مصاب وخرج وتم تبديله بالتبديل دوت، واللاعب دوت نزل مكان اللاعب مصاب، هنا نقول لو الفريق دوت اتغلب يبقى هنا اللاعب ده اثر في نتيجه المباراه كابتن هاني، وهنا يبقى في كلام ثاني خالص. يعني من الواضح ان هذه التغييرات او الخطا في التغييرات الاربعه ما كانش ليه سبب واضح في نتيجه المباراه، وبالتالي هيكون في عقوبه اداريه على الحكام بشكل مباشر. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا. معايا كابتن سؤال. اتفضل. احمد عايز يسالك. اتفضل. ازيك يا كابتن ناصر؟ كابتن احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن؟ بقول لك لحضرتك يا كابتن، الجهه المختصه بالتحقيق في الواقعه دي هل هي الاتحاد الافريقي لكره القدم ولا الاتحاد الدولي لكره القدم؟ الاتحاد الدولي، لان دي هذه المباراه تتبع تصفيات كاس العالم يا كابتن احمد. ولكن مش عشان طاقم التحكيم تابع للاتحاد الافريقي هو اللي يختص بالنظر في المساله. بص يا كابتن احمد، المباريات القاريه الخاصه بالقاره اللي هي زي مثلا البطولات اللي هي الداخليه، بطوله ابطال، المباريات اللي انت عارفها بتبقى داخل القاره، هذه تصفيات كاس العالم بتبقى تتبع الاتحاد الدولي. حتى لما بيجي يتم اعتماد الحكام، الاتحاد الافريقي بيرشح الحكام والاتحاد الدولي هو الذي يعتمد هذه التعيينات، ممكن يعترض، ممكن يقول لهم لا اشيلوا حكم وحطوا حكم وهكذا. الاتحاد الدولي النهارده هو النهارده الفريق فريق بنين او فريق جنوب افريقيا هو النهارده بيرفع احتجاجه للاتحاد الدولي من خلال الاتحاد الافريقي. زي ما قلت لحضرتك في المباراتين، المباراه اللي هي اربع تبديلات اعتقد ان مفيش هيبقى فيها اعاده وهتعتمد النتيجه، ولكن هيبقى في ايقاف للطاقم التحكيم بالكامل وايقاف لمراقب المسابقات، ولكن الكابتن جمال غندور زي ما قلت لحضرتك لا ايقاف لجمال غندور، بريء من هذه الواقعه. عشان بس الناس تبقى واضحه ان جمال غندور قاعد في المدرجات فوق، ليس له اي تدخل ومش من حقه ينزل ميدان اللعب
الا بعد انتهاء المباراه. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا ودايما يعني بتشرفنا بمعلوماتك الثريه، شكرا جزيلا.